الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أظهر تقرير أوبك الشهري أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط من النفط الخام قفز 185 ألف برميل يومياً في شهر تموز مقارنة بشهر حزيران، وذلك مع قيام السعودية بتعزيز الإنتاج ومواصلة العراق ضخ ما يزيد كثيراً عن حصته، وزيادة إيران أيضاً الإمدادات، وذلك وفق تقرير بنشرة أويل برايس المتخصصة في الطاقة. ووفق التقرير بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام من جميع أعضاء الأوبك الاثني عشر نحو 26 مليون و75 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي، بزيادة 185 ألف برميل يومياً عن حزيران، مع ارتفاع الإنتاج لدى منتجي الشرق الأوسط وفي المقدمة السعودية والعراق وإيران. أعلن البنك المركزي العراقي أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية بلغت أكثر من 181 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الست الماضية. وأشار البنك المركزي إلى أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الستة الماضية ابتداء من كانون الثاني ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 181 مليارا و842 ألف و458 دينارا، مبينة أن الغرامات شملت أيضا 151 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير الرسمية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال. خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل من A إيجابي إلى A، وأرجعت هذا إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب على غزة. وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية سلبية، وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى. وتتوقع وكالة فيتش أن تزيد حكومة الاحتلال الإنفاق العسكري مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في ظل تعزيزات البلاد دفاعاتها الحدودية، ما يضع المزيد من الضغوط على الميزانية ومستويات الديون. زاد عجز الميزانية الأمريكية في شهر تموز الماضي 10% إلى 244 مليار دولار مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية، ووفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. وارتفع العجز الشهري الماضي 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في تموز عام 2023، ووصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها. وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن أسعار الفائدة على الدين ارتفعت 21% إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط الفائدة بنحو 49% على أساس 3.33 نقطة. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.